السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة سعودي أوتو. حلقة اليوم نقدمها لكم من معرض أكسس للسيارات 11، ونستعرض معاكم على جناح الشركة المتحدة للسيارات شركة جي، وسيارتها اللي هي أسرع وأقوى SUV إلى الآن، الجيب جراند تشيروكي تراك هوك. منافسين الجراند تشيروكي تراك هوك هم بورشا كيان تيربو اس، ومرسيدس جي ال اي 63 AMG، وبي ام دبليو اكس 5 ام. التصميم الخارجي، الواجهة الأمامية بشبك تهوية جيب المعروف من السبعة فتحات المتصل بالأضواء الأمامية زي ما انتم شايفينها، التكيفية ثنائية الزنون ومحاطة بأضواء طراز LED. وتتميز الأضواء هذه الأمامية في طراز تراك هوك خاصة بخلفية سوداء لمية، وما تتوفر بأضواء ضباب كالمعتاد في السيارات الجيب جراند تشيروكي اللي هي أسفل الصدام، هذه ما يجي منها أضواء الضباب عشان تحسين تدفق الهواء إلى وحدات التبريد. أما من جانب السيارة، التغييرات الموجودة في تراك هوك إنه عندك مكتوب هنا اللي هو جراند تشيروكي سوبر تشارج، وتيجي الجنوط بتصميم معين لونه أسود لميع مقاس 20 بوصة. خلفية الجيب جراند تشيروكي تراك هوك فيها ميزة. إيش هي الميزة هذه؟ هي لمعان أسود اللي تعرض فتحات العادم الرباعية أسود كروم، وسبويلر خلفي إيروديناميك موجود هنا أسفل السيارة. محرك تراك هوك يعتبر أسرع وأقوى سيارة SUV على الإطلاق. المحرك V8 سعة 6.2 لتر سوبر تشارج، بيعطي قوة 707 حصان وعزم دوران 645 رطل قدم. أضف عليه نظام تبريد المحرك اللي تم تعديله، وتسارع التراك هوك من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في خلال 3.5 ثواني. وهذا صوت المحرك. المكسورة الداخلية للجيب جراند تشيروكي تراك هوك، المواد حقيقة المستخدمة في المقصورة الداخلية خاماتها ممتازة، ملمسها ناعم، وتشطيبات من الكروم الأسود والكربون فايبر اللي هي ألياف الكربون. طبعا موجود فيها شاشة عرض مقاس 7 بوصات لعرض معلومات السائق DID، مجموعة أجهزة العدادات، وتضم كذلك اللي هي لوحة أجهزة القياسات، شاشة مقاس 8.4 بوصة تعمل باللمس، وتضم يوكنكت الجديدة. عجلة القيادة ثلاثية الأذرع، واسفلها زي ما انتم شايفين هنا مسطح، وبدل شيفتر موجود اللي هو ناقل الحركة خلف عجلة القيادة. المقاعد نابة من الجلد المخمل السويدي مع شعار تراك هوك زي ما انتم شايفينه هنا على ظهر المقاعد الأمامية والخلفية. وكذلك المقاعد هذه ايش؟ مدفعة. وقمنا بعمل تجربة تفصيلية للجيب جراند تشيروكي تراك هوك، وأنا أدعوكم لمشاهدة هذه التجربة اللي بتعطي تفاصيل دقيقة عن الجيب جراند تشيروكي تراك هوك. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بحلقة اليوم، ولمزيد من المعلومات زوروا موقعنا saudiauto.com.sa، ولا تنسوا وضع جوالاتكم على الصامت خلال القيادة، لأن الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية من أكبر المسببات للحوادث. فضع جوالك على الصامت وقد بأمان، واحترم حق الآخرين على الطريق. وإذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وشير، وكذلك تشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.